فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ابتليت بتناول دواء يسبب ارتخاء في الجسم وثقلا في النوم بشكل عجيب، فيعيني عن القيام لكثير من الصلوات مع حرصي على وضع منبه بالقرب من رأسي، لكن كثيرا ما تذهب علي الصلاة. سؤاله: هل علي إثم في ذلك مع العلم أن استخدامي لهذا الدواء لا بد منه؟ لا إثم عليك في ذلك، أنت معذور في هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.